من أجل عام دراسي جيد وفق رؤية علمية دقيقة، تواصل وزارة التربية استعداداتها للعام الدراسي الجديد ضمن سلسلة من الاجتماعات الأولية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية لمناقشة العديد من القضايا التربوية. من ضمن الاستعدادات للعام الدراسي يأتي لقائنا مع مديرات ومدراء المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال. طبعا احنا استعدينا للعام الدراسي قبل نهاية العام الدراسي السابق من ناحية تجهيز المدارس من الكتب ومن الاطمئنان على التكييف والبرادات والأثاث المدرسي والكتب. وللحمد انا المدارس يعني او مدراء المدارس ومديرات المدارس هم يعني مثل ما تقولين اليد اليمنى لنا في التعاون في ان احنا يبدأ عام دراسي موفق. العام الدراسي الجديد بكامل الجاهزية وبدون اي معوقات تذكر، حيث بدأت في وقت مبكر وفق خطة معدة للتأكد من توفير الاحتياجات لكافة الصفوف. اطمئنان من قبل منطقة العاصمة ووزارة التربية على الأمور الصيانة، على التكييف، البرادات وكثير من الأمور التي تأهل المدرسة في استعدادها للعام الدراسي. كذلك كان اهتمامهم أكثر بعد على وجود الكتب الدراسية ليكون كان يكون استعدادنا إن شاء الله استعداد حافل مطمئن لاستعداد للطلبة في المدارس. يبدأ الدوام المدرسي للطلبة للصف الأول ابتدائي يوم الأحد إن شاء الله 10/9، والرياض أيضا يوم 10/9 يبدأ الصف الأول، ويوم الأثنين إن شاء الله 11/9 راح تبدأ باقي المراحل في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال. وكل التوفيق لأبنائنا الطلبة إن شاء الله في عام دراسي مليء بالنجاح والتفاؤل. انطلاقة جيدة لتحقيق الأهداف المنشودة لوزارة التربية، وذلك لخلق أجواء تربوية مناسبة قبل دوام الطلبة والطالبات. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.